بكم مشاهدينا الكرام وحلقة اليوم من المشهد. مشهد الليلة عن الشأن الداخلي الليبي، عن تطورات الأحداث داخل ليبيا. ربما أحدث المستجدات هو تقرير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا التي أعربت عن قلقها عن تردي الأوضاع الإنسانية في ليبيا. كذلك اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عدة دول، وسمت هذه الدول تركيا وقطر على وجه التحديد بأنهما تتدخلان في الشأن الداخلي الليبي عن طريق تقديم الدعم لبعض الفصائل الإسلامية المتشددة المسلحة، وكذلك من خلال العمل على دعم أطراف سياسية تنتهج سياسات العنف السياسي تحاول الاستفراد بإدارة شؤون البلاد عن طريق الإقصاء، عن طريق التهميش أو العزل. في هذا السياق أيضا وفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تم رفع 6 تقارير مفصلة حول داعمي الإرهاب في ليبيا، وذلك لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك إلى لجنة التحقيق الدولية المنوط بها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. ربما أيضا في هذا السياق يعني نتطرق إلى لجنة الاستماع، لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عقدت لجنة استماع هذا الأسبوع، وتحدثت فيه السفيرة الأمريكية السابقة لدى ليبيا، أشارت إلى عدة نقاط هامة جدا، ربما يعني أبرزها أن الحل السياسي في ليبيا لابد أن يبدأ من وقف إطلاق النار، ولكنها أكدت أيضا أن هناك فصائل على أرض الواقع مقتنعة أنها تستطيع أن تغير من موازين القوى على أرض الواقع طالما استمرت في تلقي الدعم الخارجي. إذا لابد من وقف هذا الدعم لكي يتم البدء بوقف إطلاق النار، ومن ثم الاتجاه إلى الحل السياسي الذي هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا على حد قولها. يعني ربما هذا في خلاصة عاجلة تطورات المشهد، بالإضافة أيضا إلى ما قام به المشير خليفة حفتر الذي استطاع السيطرة على الموانئ النفطية الأسبوع الماضي. كل هذه النقاط وغيرها سوف نثيرها بشيء من التفصيل في حلقة اليوم. نبدأ الحلقة باتصال تليفوني معنا من القاهرة الأستاذ عبد الستار حتيتة، مسؤول التحرير بجريدة الشرق الأوسط اللندنية والمتخصص في الشأن الليبي. أستاذ عبد الستار أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. أستاذ عبد الستار، يعني ربما نبدأ من يعني ما تراه الولايات المتحدة الآن أو تتخذه من مواقف تجاه ليبيا. هناك عدة نقاط، أولا موقف الإدارة الأمريكية الحالية التي أعلنت أنها لن تتدخل في الشأن الداخلي الليبي، وما ذكرته السفيرة الليبية السابقة في هذه الجلسة، جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، حين تحدثت عن أنه لابد من وقف أو استمرار الدعم المالي لبعض الفصائل المسلحة. كيف ترى أو تقيم حضرتك الموقف الولايات المتحدة من الملف الليبي الآن؟ يعني أعتقد أن ما ذكرته السفيرة الأمريكية السابقة في ليبيا ما هو إلا تحصيل حاصل لسياسات سابقة وماضية كانت تنتهجها إدارة البيت الأبيض بقيادة الرئيس السابق باراك أوباما. الوضع الجديد بخصوص ليبيا في العيون الأمريكية أعتقد أنه يختلف اختلاف جذري عن طريقة التعامل السابقة. في الوقت الحالي يوجد اهتمام كبير من جانب قيادات في المخابرات الأمريكية، في جهاز الأمن القومي، في البيت الأبيض، في غيرها من الأجهزة المرتبطة بالأمن القومي الأمريكي. وجهة النظر الجديدة يبدو أنها لا تثق تماما في كل ما سبق تقديمه من تقارير وتصورات وخطط فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، ولهذا وفقا للتقارير المتاحة يبدو أن إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب سوف تتمهل في التعاطي مع الملف الليبي
طوال يمكن شهرين أو ثلاثة قادمة إلى حين إعادة قراءة المشهد الليبي من البداية إلى النهاية قبل وضع أي خطط للتعامل مع هذا البلد. طب هل ما أشارت إليه السفيرة من أنه الحل السياسي هو الحل الوحيد هو تعبير أيضا عن الموقف الأمريكي الجديد تجاه ليبيا؟ نعم يعني طلاء السياسات الترامبية فيما يتعلق بليبيا طلاءها نستطيع أن نقول أنها بدأت منذ عدة أسابيع من خلال إرسال وفود بشكل غير مباشر إلى الساحة الليبية من أجل استقاء المعلومات والتعرف على مراكز القوى والاعتماد في الحقيقة على أكثر من مصدر. يعني الأمريكان لديهم مركز رئيسي أمني في طرابلس في منطقة تسمى الفروسية ولديهم مركز آخر في مدينة مصراتة ولديهم مراكز أخرى في عدة مدن مع مدينة بنغازي في الشرق. والطريف في الموضوع أن كل هذه الأجهزة لا تتعامل مع بعضها بعضا في الداخل الليبي في تبادل المعلومات ولكنها ترفع ما لديها من معلومات وتقارير مباشرة إلى القيادات والرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الطريقة الجديدة في التعامل من بعد تولي إدارة ترامب السلطة في أمريكا تؤشر إلى وجود ما يمكن أن نسميه جدية حقيقية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة الملف الليبي ليس من أجل عيون الليبيين ولكن من أجل فتح أفاق جديدة للاستثمار في منطقة وسط أفريقيا وشمال أفريقيا وأن تكون ليبيا بوابة لدخول الاستثمارات الدولية سواء الأوروبية أو الأمريكية من البوابة الليبية وبالتالي إلى وسط أفريقيا. نعم. كيف ترى أستاذ عبد الستار أيضا ما ألمحت إليه السفيرة الأمريكية بشأن درجة من الحكم الذاتي حينما تحدثت عن التوافق الداخلي الليبي تحدثت عن درجة من الحكم الذاتي؟ يعني كما قلت هي تتحدث بناء على أسس عفى عليها الزمن كانت موجودة في الخريطة الليبية لكن تغيرت لأسباب عسكرية وسياسية وقبلية وكشف الواقع عن أن هذه المعطيات لا تتماشى مع الشأن الليبي. هي طبعا تتحدث بناء على اثنين من المؤشرات ظهرت خلال الفترة الماضية. المؤشر الأول هو محاولات البعض في المنطقة الشرقية للمطالبة بالانفصال عن باقي ليبيا أو العودة إلى حكم الفيدراليات من خلال ثلاث ولايات ولاية في الشرق وولاية في الغرب وولاية في الجنوب. هذا الأمر تم طرحه خلال الأسابيع القليلة الماضية مرة أخرى من جانب أحد القادة الأمريكيين حين اكتشف إحدى الصحف الأمريكية عن قوله أن ليبيا ينبغي أن تقسم أو تحكم كما كانت قديما أيام المملكة الليبية أي أن تكون مقسمة إلى ثلاثة أقاليم أقليم برقة وأقليم طرابلس وأقليم خزان. لكن طبعا هذه المزاعم وهذا الوضع وهذا التصور كما قلت مبني على أمور يعني الواقع الجغرافي في ليبيا تجاوزها والواقع العسكري والسياسي تجاوزها. أولا فيما يتعلق بتقسيم ليبيا إلى ثلاث ولايات هذا كان أيام الاستعمار العثماني ثم أيام المملكة الليبية. اليوم أصبح هناك أقليات أخرى تطالب بالاستقلال وبالتالي إذا تم فتح الباب وهذه أعتقد أن الأمريكيين والأوروبيين على غير ذلك جيدا إذا تم فتح الباب للحكم الذاتي أو الفيدراليات فستكون في ليبيا ليس ثلاث أقاليم ولكن على الأقل سبعة أو ثمانية أقاليم أو دولات. اسمح لي أستاذ عبد الستار أن أتوجه بنفس هذا السؤال أستمع إلى وجهة نظر دكتور عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني الليبي السابق. دكتور عبد الحفيظ يعني تلميحات السفيرة الأمريكية لمسألة الحكم الذاتي تتحدث عن درجة وفقا لقولها درجة من الحكم الذاتي في ليبيا هل ترى هذا التلميح له يعني مغزى حقيقي على أرض الواقع تتمنى أمريكا أن تحققه أو تسعى إلى تحقيقه؟ طبيعة الحال يعني هذا ما يعني ما لمحت إليه الإدارة الأمريكية الحديثة وما جاء على لسان بعض مسؤوليها من أسئلة تقسيم ليبيا أو خلق
كيانات بديلة هزيلة للدولة الليبية، ولكن أعتقد أن الليبيون يعون تماما أن من يدعو إلى الانفصال أو يغلل الانفصال هو في الواقع يدعو إلى خلق كيانات يعني لا تقوى على الحياة، وستظل في حالة صراع وفي حالة حرب، وليس بإرادتها وإنما بإرادة الدول الكبرى التي استمدت شرعيتها منها. من يدعو إلى انفصال ويستقون بالأمريكان من أجل الانفصال، الشعب الليبي يعي ذلك، والشعب الليبي قولا واحدا مع ليبيا واحدة موحدة ومستقلة، وهذا أجزم بأنه هذا خيار الليبيين. أما الانفصال وصوت الانفصال لا يكاد يسمع على الإطلاق. بالحديث عن الوضع الداخلي الليبي دكتور عبد الحفيظ، يعني ربما سيطرت المشير خليفة حفتر مؤخرا على الموانئ النفطية، كيف ترى أولا الوضع العسكري السياسي داخل ليبيا؟ من يسيطر على ماذا ولمن الغلبة اليوم؟ طبعا الوضع السياسي للأسف الشديد يعني في حالة يعني امتداد تماما سياسي، والإيقاع يصير بشكل جنائزي. هذا العملية السياسية يعني سواء كان من مجلس النواب أو الأسلام التي وجدها الاتفاق السياسي، لا بديل عن الاتفاق السياسي أو عن الإطار الذي أوجدته الأمم المتحدة وعن المبادرة العربية التي أتت ضمن هذا الإطار لحل الأزمة السياسية. لا يوجد حل عسكري في ليبيا. نحن نعم ندعم وجود مؤسسة عسكرية، وأن تستكمل هذه المؤسسة بناء أركانها بضم كل أبناء المؤسسة في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية. هذا يعني ما يهدف إليه ليبيا من بناء مؤسسة عسكرية ومؤسسة أمنية واحدة موحدة على مستوى البلد. ولكن العملية السياسية للأسف الشديد هي التي تتعثر. العملية العسكرية في محاربة التنظيمات الإرهابية تسير بشكل جيد، ولكن لا تقابل عملية سياسية ممكن أن توقف هذا الانصراف. نحن نحتاج إلى أن تكون لدى ليبيا حكومة واحدة تبسط سيطرتها على كافة أرجاء البلاد، ومن شأنها أن تستقطب الدعم الدولي مقدما في محاربة الإرهاب. نحن نعلم أن ليبيا بإمكانياتها الحالية لا تستطيع أن تحارب هذه التنظيمات الإرهابية وتطردها من البلاد، ولكن بمساعدة المجتمع العربي والمجتمع الدولي نستطيع ذلك. والمثال كان في سرت عندما تدخلت القوات الأمريكية بقصف معاقة للتنظيم، استطاعت أن القوات المحاربة على الأرض أن تهزم هذا التنظيم. كذلك بمساعدة فرنسا في الشرق الليبي استطاع الجيش أن يتقدم بفضل تضحيات جنوده ورجاله والمناصرين للجيش من تحر الإرهاب في المنطقة الشرقية، وهكذا. أرجو أن تبقى معي دكتور عبد الحفيظ. أتوجه لأستاذ عبد الستار حتيتة. أستاذ عبد الستار، يعني سيطرة خليفة حفتر على الموانئ النفطية، يعني هل يغير من الوضع السياسي شيء؟ هل يعزز من مسألة الحوار والتوافق الوطني السياسي في ليبيا؟ يعني أعتقد أن موضوع الحل السياسي أصبح أصعب من موضوع التوافق العسكري. يعني نحن نرى صراع عسكري على الأرض وفي نفس الوقت نرى صراع سياسي، لكن أنا في تصوري أن هذا الصراع السياسي هو الذي استفحل وتسبب في استقطاب الجهات العسكرية المختلفة للدخول في تحارب مع بعضها بعضا. لو تم إبعاد التجاذب السياسي وتم التركيز فقط على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وحل الخلافات بين القيادات العسكرية الليبية، وكلها خلافات في رأيي قابلة للحل وهي صغيرة. القيادات العسكرية الليبية داخل الجيش الليبي، تتحدث عن داخل الجيش. المؤسسات العسكرية الليبية، الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هو جزء منها، وليس كل الجيش الوطني كل القوات المسلحة العربية الليبية. القوات المسلحة العربية الليبية منذ عام 2011 وهي منقسمة على نفسها ثلاث شرائح. شريحة وقفت مع حلف الناتو الذي كان يقصف الجيش الليبي، وشريحة وقفت ضد حلف الناتو وبالتالي ضد العسكريين الذين وقفوا مع حلف الناتو العسكريين الليبيين، والشريحة الثالثة هي التي نأت بنفسها وعادت إلى بيوتها، وما زال الكثير منهم في بيوتهم حتى اليوم. معظم المحاولات لحل الإشكالية الليبية تركز على البدل والكرفطات المدنية ولا تلقي بالا إلى القبعات العسكرية والرتب الموجودة في المناطق المختلفة في الداخل الليبي. هذه الرتب العسكرية وهذه القيادات العسكرية إذا كان هناك من يريد الحل في ليبيا فعليه أن يتوجه إليها مباشرة، متجاوزا عن كل قيادات سياسية وعن كل محاولات التدخل الدولي،
أن توجه إلى هذه القيادات المنتشرة. يوجد لدينا القائد المشير خليفة حفص ومعه عدد لا يستهان به من الضباط والجنود. هناك أيضا قيادات عسكرية موجودة في طرابلس وهي تحمل أرقام عسكرية وهي جزء من الجيش الليبي في قبل 2011. وهناك أيضا عسكريين في الوسط وعسكريين في الجنوب وعسكريين من بنغازي موجودين في الوقت الحالي. إذا التوافق العسكري أستاذ عبد الحفيظ أستاذ عبد الستار هو الأهم من وجهة نظرك قبل التوصل إلى توافق سياسي. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الستار حتيتا مسؤول التحرير بجريدة الشرق الأوسط اللندنية والمتخصص في الشأن الليبي. يظل معنا الدكتور عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني الليبي السابق. يا دكتور عبد الحفيظ سمعنا أنباء عن ربما لقاء مرتقب بين السراد وحفتر، يعني هل لكم ان تؤكدوا او تنفوا هذه المعلومه؟ نعم، كانت هناك في السابق وعن طريق الاشقاء في مصر محاولات لجمع ما بين المجلس الرئاسي وقياده الجيش الوطني، ولم يعني تنجح المساعي انذاك بسبب التصعيد العسكري الذي حصل في منطقه الجلال النفطي والاعتداءات المتكرره على افراد حرس المنشات النفطيه التابعه للجيش الوطني. ولكن الان في ظل التطور الذي حصل باللقاء ما بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدوله الذي انطلق عن الاتفاق السياسي والذي من شانه ان يساهم في حل الازمه السياسيه، اعتقد اللقاء على مستوى قياده الجيش ومستوى رئاسه المجلس الرئاسي يصب في هذه القائمة، وهي الاسراع في تطبيق الاتفاق السياسي وحل جميع الاشكاليات العالقه. طبعا كانت مساله الجيش والمحافظه على المؤسسه العسكريه الوليده في الشرق الليبي هي التي ادت الى تعطيل تنفيذ الاتفاق السياسي، لان كان هناك خشيه حقيقيه ان يتم المساس به، خصوصا وان المواد التي ضمنها الاتفاق السياسي سواء كان الماده الثامنه فيما يتعلق بصلاحيات القائد الاعلى للجيش او الماده الثامنه في الاحكام الاضافيه المتعلقه بالمساس بالقيادات العسكريه والامنيه العليا في البلاد من قبل المجلس الرئاسي خلال شهر من تاريخ تولي، كانت محل خوف ان يتم المساس بقيادات الجيش في محاربتها الارهاب والتي اخذت عليها. الان اصبحت محل توافق كبير تعديل هذه المواد، واصبح الكل يتحدث على ان هذه المواد يجب ان تعدل، وفعلا يتم النظر في المجلس الرئاسي. سؤالي الاخير دكتور عبد الحفيظ، عفوا للمقاطعه، لكن سؤالي الاخير لحضرتك يعني عن رايك فيما وجهته اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان من اتهامات لكل من قطر وتركيا بدعم بعض الجماعات المسلحه داخل ليبيا. انا طبعا لم اطلع على مثل هذا التقرير، ولكن اطلعت على التقارير حقوقيه سواء كانت عربيه والا دوليه عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتشير إلى العديد من الانتهاكات التي ترتكب في ليبيا من قبل جماعات مسلحة وعملية القبض وعملية التعذيب وعملية القتل خارج القانون والاعتداء على العاملين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وفي مجال الإعلام. هذه تقارير حقيقية، ونظر للأوضاع المتردية في ليبيا فعلا والأوضاع الأمنية وعدم وجود السلطة الحاكمة في كل البلد تستطيع أن تخضع كل السجون ومراكز الاعتقال الى سلطتها، ولكن وجدنا ان الكثير من الميليشيات والجماعات المسلحه لديها مراكز اعتقال وتنتهك على نطاق واسع. يعني اشكرك دكتور عبد الحفيظ، تحدثت عن الوضع يعني الانتهاكات الداخليه داخل السجون وداخل الداخل الليبي. اشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الحفيظ غوقه نائب رئيس المجلس الوطني الليبي السابق. دعوني مشاهدينا ارحب ايضا الان في الاستوديو بضيفي الكريم الاستاذ احمد عامر رئيس مكتب الاهرام في ليبيا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اسمح لي استاذ احمد قبل ان نبدا حوارنا نستعرض تقرير مفصلا عن الشان الداخلي الليبي ثم نبدا بعده الحوار في الاستوديو. منذ انطلاق الثورة الليبية في فبراير من عام 2011 وسقوط نظام معمر القذافي، تحولت ليبيا إلى ساحة للصراع المسلح بين أطراف إقليمية ودولية عدة لا يزال قائما حتى الآن. وفي ظل الفراغ الأمني والسياسي الذي تشهده ليبيا حاليا، ما سمح لدول عدة بالتدخل يصبح لاعبين رئيسيين على الساحة الليبية وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا، فضلا عن الدورين التركي والقطري الذي بات دورهما لا يخفى على أحد في دعم الجماعات المسلحة في ليبيا.
وبالرغم من التحركات لبعض القوى الإقليمية والدولية على الساحة الليبية خلال الأشهر الماضية في محاولة لتسوية النزاع في ظل الجمود الذي تشهده العملية السياسية وعدم تحقيق تقدم ملموس عقب توقيع اتفاق الصخيرات، إلا أنها لم تفلح في إحداث أي اختراق حتى الآن. كانت آخر تلك التحركات زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى السودان باعتبارها إحدى دول الجوار الليبية، والتي أكد وزير خارجيتها إبراهيم الغندور توافق جهود بلاده مع رؤية الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي التي تسعى لتحقيق أمن واستقرار ليبيا. وفي ليبيا المقسمة سياسيا والمخترقة أمنيا وعسكريا، يظل الصراع قائما بين القوى الإقليمية والدولية على الساحة الليبية دون بارقة أمل تشي بحله قريبا، ليدفع الشعب الليبي ثمن تلك الصراعات على حساب أمنه واستقراره. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وارحب مره اخرى بضيفي الكريم في الاستوديو الاستاذ احمد عامر الكاتب الصحفي ومدير مكتب الاهرام في ليبيا. اهلا بحضرتك. أهلاً بحضرتك. استاذ احمد لعلي ابدا باخر سؤال توجهت به الى محدثي على الهاتف عن تقرير اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان حين اتهمت بعض الدول على راسها قطر وتركيا بالتدخل في الشؤون الداخليه الليبيه عن طريق تقديم دعم مسلح لبعض الجماعات المسلحة المتشددة. كيف يعني قرأت هذا التقرير؟ هل لديك معلومات وأنت يعني تعمل في ليبيا أيضا، يعني هل لديك معلومات عن هذا التقرير؟ بالطبع ده مش أول تقرير، وقطر كثيرا من الدول العربية وتحديدا الدول العربية العربي اتهمتها بتمويل الجماعات المسلحة الإرهابية أو الجماعات الإسلامية المتشددة، وكان في بعض الاتهامات سابقا من مصر قبل ثورة 30/6، والآن في ليبيا شفنا المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي خرج أكثر من مرة في بيان صحفي رسمي يقول إن هم لديهم تأكيدات وأدلة على تورط قطر في دعم الجماعات الإرهابية في قطر، وآخرها كان في معلومات إن في طيارة قطرية وصلت سلاح ومقاتلين لمنطقة الجنوب الليبي اللي بتشهد أحداث عسكرية في هذه الفترة. فبيجي التقرير ده بناء على مجموعة من الأدلة بتؤكد ان قطر بتدعم تمويل مالي لهذه الجماعات الارهابيه بشكل كبير. احنا شايفين جماعه الاخوان المسلمين الارهابيه جميع قيادتها في مصر دلوقتي هربانين وموجودين في قطر، وبيتم مش دعمهم بس كمان هم عايشين على حساب الحكومه القطريه. طب دعني اسالك، انه موقف قطر من ليبيا ربما من منذ اول يوم من الثوره الليبيه، وقطر تدعم الثوره الليبيه ضد العقيد معمر القذافي، فماذا حدث على مدار هذه السنوات؟ هل حدث تحول في مساله دعم قطر لجماعات بعينها دون جماعات اخرى، ولا استمرت على نفس النهج؟ لا، هو نفس النهج. هو حضرتك خلي بالك ان حصل خلط في الاوراق لما بدات ثورات الربيع العربي، وحتى لما نيجي نتكلم عن الثورة الليبية حصل خلط ما بين ما دعم ما هو ثوري وما بين جماعات إسلامية كانت مرتبة أوراقها عندها أجنتات عندها خبرات ومخابرات دولية لإنشاء وضع جديد في المنطقة وتغيير الخريطة الجغرافية للمنطقة. قطر شاركت هي وتركيا في دعم هذه الجماعات الإرهابية والمتشددة الإسلامية لتتمكن من الحكم إذا كان في مصر أو إذا كان في ليبيا أو في سوريا أو في اليمن. طول الوقت قطر فيها هذه الاتهامات. أنا مش عارف ليه حتى هذه اللحظة الدول العربية وعلى رأسها مصر سكت على قطر في جامعة الدول العربية. هل الاتهامات أو الأدلة اللي موجودة لا ترقى لأدلة نقدر نتحرك من خلالها بالشكل القانوني الدولي المتاح، أم لسه الوقت ما في إجراء يا أستاذ أحمد؟ يعني تم رفع 6 تقارير مفصلة حول داعمي الإرهاب في ليبيا لثلاث جهات: مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وإلى لجنة التحقيق الدولية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. بس يعني لا أعرف تحديدا إذا كانت هذه التقارير تتعلق باتهامات قطر وتركيا أم تتعلق أيضا بانتهاكات حقوق الإنسان في مسائل إنسانية أخرى. دي لا تكفي تقارير فردية، أنا بتكلم على كل الدول المنطقة اللي عندها أدلة لتورط قطر وعلى رأسها مصر مش ليبيا بس. لابد إنها يحصل تحرك على مستوى قانون دولي وتحرك أمام مجلس الأمن وتحرك أمام الجامعة الدول العربية. قطر حتى هذه اللحظة هي عضو في الجامعة الدول العربية وعضو في الأمم المتحدة، ولابد من مواجهة قطر وتركيا بالأدلة التي تثبت تورطهم في دعم الإرهاب في المنطقة بالكامل.
عن الوضع العسكري الميداني الان في ليبيا، تغير الوضع في يعني في الفتره السابقه، المشير خليفه حفتر وهو الان مشير بعد ان تم ترقيته الى رتبه مشير، يعني له سيطره على قطاع كبير من البلاد، هناك المجلس الوطني الليبي، يعني كيف ترى السيطره الحقيقيه في ارض الواقع داخل ليبيا؟ طبعا على مدار 3 سنين اللي فاتوا ليبيا او المشير خليفه حفتر حاول انه يكون ويبني مؤسسه عسكريه، فاللي سيطر هو الجيش العربي الليبي وليس اسم المشير حفتر. هم عاوزين يعملوا خلط في المسميات عشان نبدا طول الوقت نتكلم ان ده جيش حفتر، لا هو اسمه الجيش العربي الليبي اللي بدا يتكون من رتب عسكريه ومن ضباط وضباط صف وجنود. استطاع هذا الجيش خلال ال3 سنوات انه يحرر مدينه بنغازي، انه يحرر الشرق الليبي ناقص مدينه درنه، انه يسيطر على الموانئ النفطيه، ودوت كان جزء مهم جدا. والان واحنا بنتكلم في معارك طاحنه في الجنوب الليبي، قاعده تمنهاند في سبها، بيبدا يسيطر على مناطق شاسعه جدا في جنوب ليبيا مع بعض التمركزات المهمه جدا له في الغرب الليبي. فاذا خريطه ليبيا بدا الجيش الليبي، وهي ليبيا شاسعه جغرافيا يعني هي تعد ضعف مساحه مصر جغرافيا 2 مليون كيلومتر مربع، قدر الجيش الليبي يبسط نفوذه على اكثر من 70 ل 75% من مساحه اجمالي مساحه ليبيا. طب حديث يعني في اتصال هاتفي في هذه الحلقه الاستاذ عبد الستار حتيتا اشار الى ان هناك يعني قوه عسكريه مختلفه داخل ليبيا وكلها قوى شرعيه، يعني خليفه حفتر له يعني قوته وقواته، هناك ايضا في طرابلس قوات اخرى، يعني عدد وسمى بعض الجهات التي تعمل بشكل شرعي ورسمي في الداخل الليبي. يا فندم الشرعيه كلمه مطاطه، بمعنى ان اقبال بعد الثوره اللي جايه في 2011 2012 و2013 جماعه انصار الشريعه اللي سميت بعد كده جماعه ارهابيه اللي كان بيقودها بعض الناس زي سفيان بن قمو التابع لتنظيم القاعده في درنه، كانت مرتباتهم بتتاخد من الدوله الليبيه في هذا الوقت. هل في هذه اللحظه نسميها جهات شرعيه؟ هل مطار معتيجا اللي في العاصمه طرابلس اللي بيسيطر عليه الجماعه الليبيه المقاتله، هل هذه قوات شرعيه؟ في خلط في الاوراق ما بين الميليشيات وما بين الجيوش النظامية. احنا بنتكلم الجيش في المنطقة الشرقية وبدأ يتواجد في المنطقة الجنوبية بشكل كبير، ده اسمه الجيش العربي الليبي وليس اسمه قوات خليفة حفتر. ده جزء مهم. اما ما نتحدث عنهم المتمركزين في المنطقة الغربية وتحديدا في طرابلس، هي مجموعة من الميليشيات المختلفة، كل ميليشيا ليها ايديولوجية وكل ميليشيا ليها توجه، حتى لو بعضهم عنده توجه عسكري او القادة الذي يقودون هذه الميليشيات هم قادة عسكريين، ده ما يأكدش ان هم جيش واحد وجيش نظامي. في نقطة مهمة قوي فيما يتعلق بهذا الموضوع أثرته السفيرة الأمريكية السابقة في ليبيا في مجلس الشيوخ، قالت أنه يمكن النظر في دمج هذه العناصر المسلحة في الجيش الليبي، يعني كيف ترى هذه الجملة؟ دي خطة حاولوا يعملوها من أول 2011، احنا شفنا محاولة طرح فكرة أن يبقى في حاجة اسمه الحرس الوطني على غرار الحرس الثوري الايراني بعد 2012 ايام المجلس الانتقالي. ده فشلت في اللحظه دي، بعد كده هوت لما نجحت الثوره بداوا يعملوا فكره الدروع وليس مسمى الجيش العربي الليبي، الدروع ديت مجموعه من الميليشيات تسمى بالدروع تسيطر على مناطق ليبيا وتاخد مرتباتها من الدوله الليبيه، ويبقى عمليه دمج للثوار مع الجماعات الاسلاميه مع الميليشيات في شكل جيش، ولكنه جيش عباره عن كتائب منفصله او دروع منفصله، وهذه ايضا فشلت بعد عملية الكرامة وبداية تكوين الجيش الليبي العربي. الآن هناك فكرة أو بدأ تطبيقها بالفعل وهو فكرة الحرس الرئاسي. احنا ليه طول الوقت عاوزين نعمل كيان موازي للكيان؟ يعني أي دولة في الدنيا مؤسساتها معروفة جدا، هي المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة القضائية والمؤسسة البرلمانية والمؤسسة الرئاسية. طب هل هي ربما وسيلة للقضاء على الميليشيات العسكرية الموجودة والذين يحملون بالفعل السلاح، وسيلة للقضاء عليهم ولكن بشكل قانوني وبشكل رسمي فيتم إدماجهم في المنظومة العسكرية ككل؟ لا، هي وسيلة لعدم وجود جيش قوي في ليبيا، هي وسيلة للوصول للمخطط الأساسي وهو تقسيم ليبيا. ليبيا معرضة للتقسيم بقالها فترة جدا، جميع المؤشرات بتقول إن التحركات الغربية حتى فيما يخص اتفاقات الصغيرات أو غيرها هي تحركات لعدم اتفاق، تسعى لعدم اتفاق الليبيين، الظاهر إن التحركات يعني لم الصف الليبي، ولكن على الأرض ما يحدث من تحركات غربية في ليبيا هو بيدعو كله لعملية التقسيم في ليبيا، منطقة شرقية ومنطقة غربية أو تقسيم لدولتين.
خليني اسال حضرتك على مساله الحوار الليبي والتوافق الداخلي الليبي. يعني ربما قرات تصريح للرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وقال انه لا يمكنه ان يقاتل قوات الخليفه حفتر، لا يريد ان يقاتل قوات الخليفه حفتر، وده تصريح الحقيقه كان تصريح مهم، فحسيت انه في مرونه في الداخل الليبي، ولكن في المقابل ارى تشددا من بعض القوى الغربيه في التعامل مع خليفه حفتر، ربما يعني يبدو للوهله الاولى انهم لا يريدون ان يستمر في المشهد، وكان في تصريح واضح من السفيره الامريكيه في هذا الاتجاه انه يعني عقد المشهد. يعني كيف ترى او تقارن بين موقفين، مرونة داخلية مرتقبة في ليبيا، تشدد أو يعني تعنت خارجي تجاه خليفة حفتر؟ طبعا تصريح السيد فارس السراج رئيس المجلس الرئاسي المؤتمر بيجي بعد مجموعة من التصريحات السابقة اللي كانت كلها ضد الجيش. أنا شخصيا عملت محور قال لي إحنا مش هنفصل النظام على مقاس واحد بعينه، وكان يقصد المشير خليفة حفتر. خرج في القمة العربية في الأردن اتكلم على قوات البنيان المرصوص وازاي انها استطاعت دحر الارهاب في سرت، ولم يتحدث بتاتا على الجيش الليبي، وتفادى ان يسمى خليفه حفتر القائد العام للجيش الليبي. دلوقتي بعد التغيرات اللي حضرتك قلتيها الجغرافيه على الارض وامتداد الجيش الليبي لمناطق اكثر اتساعا، والسيد فارس السراج لا يملك موضع قدميه في طرابلس، هو لا يستطيع ان يحكم مكان اقامته في طرابلس، بل هو في بعض القوات تحميه، ولا يستطيع ان يتجول في في في, في العاصمه. ازاي هيقدر يحكم على هذه الميليشيات؟ هو غير قادر على حكم هذه الميليشيات، فهو دلوقتي بيحاول بكل الطرق الوصول لمقابله مع قائد العام للجيش الليبي. حاولوا دوت في مصر في فبراير الماضي، واعلن المشير خليفه حفتر انه يعني رفض مقابلته عشان شايف ان المقابله بدون جدوى. في انباء النهارده وفي تأكيدات ان المشير خليفة حفتر هو بالفعل وصل الامارات، وفي محاولة اماراتية لحدوث لقاء سري بينهما غير معلن او غير مصور تلفزيونيا، وانا ارى ان هذا اللقاء احتمال كبير جدا ما يحصلش، وكل مترقب انه يحصل النهاردة مساء او غدا صباحا. انا شايف ان السيد فارس السراج مش هيقدر يقدم كتير، حتى المشير حفتر لما قابل السيد مارتن كوبلر قبله في مقر اقامته في الرجمة اللي هي مقر القيادة العامة للجيش الليبي، والاوقع ان لو هيبقى في لقاء ما بين السيد فارس السراج والمشير خليفة حفتر ان يتم داخل ليبيا، خاصة بعد رفض المشير حفتر مقابلته في مصر. مع كلام حضرتك انه الحل العسكري هو الذي سيحسم الامر داخل ليبيا؟ مش بالظبط طبعا، هو كل الاطراف دلوقتي واصله لمرحله ان الحل العسكري مش هيقدر يحسم بشكل نهائي، هم بقالهم 3 سنين من عمليه مكافحه الارهاب وبناء جيش في المنطقه الشرقيه، وفي نفس الوقت الموارد في المنطقه الغربيه الامم المتحده حاولت باتفاق صغيرات، بس هي وسعت المجلس الرئاسي لـ9 واثبت فشله. الدول الغربيه بالكامل وكثير من الدول العربيه ضغطت على كل الاطراف الليبيه للوصول لاتفاق، فالاتفاق الصغيرات معيب به بعض العيوب المعيبه القويه جدا، منها المناصب السياديه، القائد العام للجيش الليبي، اختصاصات رئيس الحكومه او رئيس المجلس الرئاسي، كل ديت ملفات كان رافض المبعوث الأممي انها تفتح بالكامل. بعد المقابلة الأخيرة كان عنده تويتة أكد ان ممكن بعض الكلام يتفتح او بعض الملاحق للاتفاق يتفتح، خاصة المادة الثامنة من الاتفاق وهي تسمية القائد العام للجيش الليبي. وهناك بعض دلوقتي المقترحات الأخرى، يعني هناك مقترح الليبيين نفسهم بيقدموه ان يبدأ يبقى في مجلس رئاسي منفصل خالص من 3 حسب مناصبهم، رئيس البرلمان ورئيس حكومة يختاره البرلمان وقائد العام للجيش الليبي، يتكون من هذا الثلاثه مجلس رئاسي. ده اقتراح. اقتراح تاني ان المجلس الرئاسي الحالي يستمر بدون ما يبقى عنده اختصاصات القائد الاعلى للقوات المسلحه، وتفضل القائد الاعلى للقوات المسلحه عند رئيس البرلمان. في رفض دولي، امم متحده رفض هذا الاقتراح بشكل شامل، بالتأكيد في يد الجيش، وهذا ما يرفضه الجيش بقيادة خليفة حفتر. يعني بالضبط، والغرب مصمم ان المجلس الرئاسي هو اللي يبقى القائد الاعلى للقوات المسلحة، ويقدر من خلال هذا المنصب ان هو يقيل القائد العام للجيش الليبي، ويحصل تفكك للجيش اللي في المنطقة الشرقية اللي بدأ يتبني. ودي علامة استفهام وتعجب كبيرة جدا، ازاي الغرب عاوز استقلال ليبيا وازاي رافض طول الوقت تكون جيش ليبي، رافض تسليح الجيش الليبي، رافض القيادة اللي اختارها البرلمان اللي هو المنتخب في ليبيا. فصغيرات لم يخرج عن جهات منتخبة، ولكنه اتفاق توافقي بعد ما الاخوان المسلمين فقدت الانتخابات او فقدت مقاعد في انتخابات البرلمان في 2014، اتجهوا لتحويل العملية السياسية من عملية ديمقراطية بالاقتراع المباشر الى
اتفاق ومحاصصة وتقسيم حصص عشان يكون لهم وجود. تأملنا خير، تأملنا خير بعد انتهاء فترة أوباما وبداية فترة ترامب ان هذا التوجه الأمريكي هيتغير. حتى الآن مفيش رؤية واضحة لهذا التغير في المنطقة بشكل مباشر. لسه الإدارة الأمريكية بتدعم بشكل أو بآخر تواجد الإسلاميين، لسه الرؤية ما وضحتش للآخر. طبعا الدخول الروسي على الملف من خلال بقاله سنة ده بيغير كتير من مؤشرات الملف. نحن طول الوقت مصر عاوزة ليبيا دولة غير مقسمة، ليبيا دولة واحدة، عاوزين الليبيين يتفقوا، ده حتى في مصلحة الأمن القومي المصري المباشر. طب هذا السياق يعني دور الجامعة العربية، ذكرت من شوية حضرتك أن الجامعة لابد أن يكون لها دور في تقديم يعني تصعيد ملفات، ما هو دور الجامعة العربية كما ترى حضرتك في هذا الملف؟ هل الموضوع مازال يعني في طور أو اهتمامات الجامعة العربية، أم تعدى الموضوع، تعدى الجامعة العربية إلى نطاق عالمي أوسع؟ بالإذن حقيقة أنا ما قلتش الجامعة العربية، أنا قلت بعض الدول اللي عندها أدلة لتورط قطر عليها أن تتعامل مع هذا الملف وتقديمه للجامعة العربية. لكن الجامعة العربية هي للأسف قباق المجلات بالملفات، في موت إكليكي في أداء الجامعة، في تراجع شديد جدا، والجامعة المفترض هو كيان لتجميع الدول العربية عشان يتبحثوا الأمور المهمة. احنا شايفين الجامعة في الملف السوري وضعها عامل ازاي، في الملف اليمني، في اليمني، في الملف الليبي. لا، الجامعة بتمر بمشاكل صعبة جدا وعدم اتفاق الرؤى ما بين الدول العربية داخل الجامعة. هل ده له علاقة بمشاكل الجامعة العربية في حد ذاتها، ولا له علاقة أيضا بمسألة ليبيا وأهمية ليبيا لدى الدول الأوروبية ولدى روسيا؟ روسيا وإيطاليا وبعض الدول الكبيرة تهتم اهتمام خاص بليبيا. الاثنين، ليبيا أولا هو صراع دولي وأقليمي وليس صراع داخلي بس. المصدر للإعلام إن ليبيا الصراع اللي فيها صراع داخلي، إن ما فيش اتفاق ما بين الليبيين وبعضهم. لا، في رؤية أمريكية للملف الليبي مختلفة عن الرؤية الأوروبية، مختلفة عن الرؤية الروسية، في دعم قطري تركي للجماعات الإرهابية، في دعم مصري إماراتي للقوى الشرعية ومؤسسات الشرعية من برلمان وجيش في ليبيا. فإذا ليبيا ما زال الصراع فيها مفتوح لكل الدول، ما زال كل طرف يدعم طرف على الآخر. لم يتفق العالم ماذا سيكون شكل الحكم في ليبيا في المرحلة القادمة، ودوت اللي مزود الصراع في ليبيا وعامل أمد للمعارك داخل ليبيا. ولغاية دلوقتي الأزمة الليبية ما اتحلتش عشان خاطر ما حصلش اتفاق دولي وأقليمي على شكل الوضع في ليبيا ازاي. زي ما قلت حضرتك واتفق معاك تماما في انه ليبيا مهمة جدا للأمن القومي المصري. كيف ترى دور مصر في الحفاظ على وحدة ليبيا ووحدة أراضيها؟ ليبيا حدودنا معها 1116 كيلومتر يا أستاذة، ودي حدود شاسعة جدا. والجماعات الإرهابية اللي استوطنت ليبيا السنوات اللي فاتت دي كانت ممكن تبقى خطر شديد جدا على الأمن القومي المصري، ولولا يعني تحركات الجيش الليبي وان هو يعني في 6000 شهيد تقريبا خلال الثلاث سنوات اللي فاتوا، ويمكن اكتر كمان، الرقم مش عندي تحديدا، وده قدر يبعد الإرهاب عن حدودنا اكتر من 700 او 800 كيلو. كان المواجهات دي هتتم مع الجيش المصري مباشرة زي ما بيحصل في سيناء. فأنا مش قادر أفرق، ودايما بكررها طول الوقت، ما بين الجندي أو الضابط الليبي اللي بيموت في بني غازي أو بيموت وهو بيحارب الإرهاب، وما بين الضابط المصري اللي بيموت في سيناء. الحرب واحدة. كثيرا من أفراد الدواعش اللي أنا قابلتهم في السجون الليبية أو اللي شفت تحقيقاتهم كانوا على اتصالات ما بين ليبيا وما بين سوريا وما بين سيناء، وعلى دواعش مع عناصر أخرى في سيناء، فهم مرتبطين ببعض. فحرب الإرهاب في المنطقة هي مش حرب منفصلة، يعني حرب ليبيا للإرهاب مش منفصلة، حرب سوريا مش منفصلة، حتى حربنا للإرهاب مش منفصلة. سؤالي الأخير لحضرتك، في المستقبل القريب كيف ترى يعني إمكانية سير العملية السياسية والعسكرية في ليبيا، وهل الأفضلية أو الهيمنة سوف تكون لأي منهما؟ والله لازم المجتمع الدولي الاول يقرر ان بقى في جيش اتبنى، لابد ان ينضم ويندرج تحته جميع القوات العسكريه النظاميه ذو الرتب، لابد من دعم هذا الجيش بالتسليح والدعم اللوجستي بالمعلومات لمواجهته للارهاب. في هذه الحاله زيها زي اي دوله جدا تقدر تعمل انتخابات ديمقراطيه ويقدر الشعب يختار. احنا شفنا طرابلس حصل فيها مظاهرات وخرجوا يهتفوا باسم بني غازي، طرابلس اللي هي العاصمه اللي بيسيطر عليها الميليشيات، بيهتفوا باسم بني غازي وبيهتفوا باسم المشير خليفه حفتر. فالموضوع مش موضوع شخصي، الموضوع مش بنتكلم في شخص المشير حفتر، ولكن احنا بنتكلم على لابد من وجود دوله المؤسسات حتى لا تنهار ليبيا، وانهيار ليبيا يعني ازمه للامن القومي المصري بشكل
والدول المدولة الحقيقة يعني أكثر الدول إضرارا بهذا الوضع لو حصل انهيار في الدولة الليبية، وإن شاء الله ما يحصلش وهم قادرين على هذا. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد عامر الكاتب الصحفي ومدير مكتب الأهرام الخليجية، شكرا نورتنا يا فندم، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وشكرا للمتابعة، إلى اللقاء.